انا امور بخير، توحشكم بزاف. كي دوزتو رمضان؟ المهم اليوم مع روتين جديد في الكوزينه الجديده مع الطابليه الجديده. قالولي يلا دخلت غير دابا قديت شي قضيه. صراحه ما نكذبش عليكم، نوضت اليوم درت الكيره في الحوايج كاع داكشي اللي خاصني جده. عرفتي اش غنقول لكم؟ صراحه باز المرار اللي كتكون عند شي واحد نكار في الدار. شي واحد نقال في الدار، انا صافي، انا صافي. زيت الرايه البيضه صافي، الله يجعل البركه. الطاقه انا عثمان شحال من مره في النار سيرتو رمضان بالزايد، ولكن الايام الاخرى شويه شويه، ولكن رمضان حاجه اخرى، خاص ضروري شويه التوابل في رمضان. قلت لنا خويا انا صدع راسي كنت غير مايره في دارنا، اش داني شي زواج؟ المهم اليوم دوزو معنا الضنير، اش غادي ندير فيه؟ بزاف د الحوايج غادي ندير فيه ان شاء الله باذن الله. المهم راكم عزاز بزاف، وما تنسونيش ملي لايك لدعم القناه ديالي. المهم كنشكركم بزاف على التعاليق اللي خليتو لي اخر فيديو في يعني الكوزينه، الصراحه عجباتكم ياكم، فرق كبير بزاف شتو، صراحه فرق كبير، وحسيت بواحد الاحساس زوين. حيتاش المراه عزيزه عليها كوزينتها، انا صراحه الدار هي الكوزينه، حنايا كنلقاو الراحه ديالنا والنفسيه ديالنا في الكوزينه. انايا دابا يلاه ارتاحيت، يلاه حسيت بالراحه، بقاو غير البلاكارات اللي قلت لكم راه ان شاء الله غيصايبهم لوسي وهادشي اللي كاين. والله عثمان خرج قلت لي سير جيب لي الكرافس، راه خاصني الكرافس وهذا، ومطيشه حتى هي خاصاني. اليوم غندير لهم حريره حمراء، شربنا ديك النهار عند دوزتي، وهاد الايام كندير لهم غير المهم حريره ديال التشيشه ولا شي حاجه. المهم قولوا لي كي جاتكم الطابليه يا البنات، ضروري قولوا لي الكومونت. راه صراحه مغدي الطابليه في هذا اللون، ها هو عثمان جا في هذا اللون، عجبني هذا اللون غزال، وما كتدخلش الماء، خديته ب 15 درهم كاين في اللوينات. طابليه جديده مع الكوزينه، ضروري زوينه وزوينه، كوزينه جديده مع الطابليه جديده، زوينه والله حتى زوينه زوينه. المهم شوفي يا السلام عليكم، شوفي يا راه قول لي مزال مع الدروج شي حاجه، راه غنطوعك من ديك الشرجه من الفوق. لا الحمد لله راني صايم، وبزاف ديك التسعه راني صايمه، راني غادي جاي غادي جاي، باركي من الحسنات كتبت الحسنات بزاف صاحبي، باركي ياك مخاصم معايا جاي تهضر معايا، كاين شي راجل مخاصم مع مراته اختي اخويا صافي، نتخاصمو ونضحكو ونشطو، نتخاصمو ونضحكو ونشطو، واش فهمتيني؟ نتخاصمو ونضحكو ونشطو، وهذا وهذا. شوفي انتم دابا هي وصلتي قالت لي جيب الكرافس وجيب القزبر والمعدنوس، شوفي جدتي، شوفي جدتي، وفي المغرب زعما كناكل، شوفي عمرتك العزيز عليا المغرب، انا ما ناكلوش، ولكن شوفي الغريبات اللي دايرين، زوينين، شوفي شوفي، شحال دايرين هادو؟ واش دايرين وحده؟ مزيان. كان دابا دابا وحده كمل لهم بعدا على الطابليه، الطابليه صراحه عنده داكشي زوين، ها ما كتدخل لا ما لا والو، خديتها ب 15 درهم ياك، 15 درهم ما كتدخل لا ما لا والو، ما تقدرش الشتا وصيف، الشتا وصيف جد معايا هذه ب 5 دراهم حتى هي خاصاني، اجي تحمص فيها وجدت هذه حتى هي. المهم كاع داكشي اللي خاصني في الكوزينه، دابا الكوزينه كل مره ناخذ من ناخذ من بيض بلدي كنا خدينا هذيك النهار بجوج دراهم الوحده، بجوج دراهم ما دراهم. وغنقول لكم واحد الحاجه ما تضحكوش عليا، الله يرحم بها الوالده، ما تضحكوش عليا، كنت قبل ما نتزوج عطيت الطابليه للناس، ما كنتش كنحملها الطابليه، ما كنتش كنحملها، تتزوجت بعد ما عادش ولات عزيزه علي الطابليه، ما كنتش كنحملها، كنت كنحس براسي بحال شي واحد تقول يا ماما وانتي لبسي الطابليه باش الا غسلتيها معنت انا ما تعمريش بالماء، لا والو ما كنتش كنلبسها، كنخليها معلقه وما كنهزهاش، والله العظيم البنات ما كنحس بحال شي حاجه مشكلاني، وعندك هذه وعندك البيجامات نشقى بيهم، بيجاما طوال ما كنحملهمش نشقى بيهم، وحيت كان عندك فكره خالط على الزواج، علاش؟ ما ديك الساعه ما كنتش واقيلا ما كنتيش كتعرفي شنو الزواج وكذا وشي كيفاش تجوز الزواج؟ الطابليه اللي غدير الطابليه كتفكر في الزواج. ياه انا كنت كنفكر في الزواج. لا انا ما كنتش كنحمل صراحه ما كنتش كنحمل الطابليه ونجيبها، حتى
جيت لدارك وعاد شفت كتعجبني تلبس طابليه زوينه كت متعمرش حوايجك وكتخليك وشحال تبارك الله جات معاك مع كوزينه جديده جات معاك ويلي انت دابا لابسه الكحل في الغوز شيعي بخت شيعيه لا خويا شيعيه سنيه المهم البنات غندوز دابا نصايب ليهم الشينوات هانتوما معايا داكشي اللي غنصايبو غنشاركو معاكم ولكن ما تبدليش الله يرحمك داكشي انا خدمت الحاجه بدر اللي كتشيط والله العظيم البنات اللي كتشيط كنسخنوها بحال دابا البطبوط ولا شي حاجه كيبقى حتى النهار الاخر كنديرو في الثلاجه كيبقى حتى النهار الاخر وكنسخنو كناكلو كنديرو ما كاينش عرفتي علاش لان الخبز راه مقدس عند الله الخبز مقدس ما خصوش ما خصوش إذا شفتي شي هو خليها تسبو وسخني على الله والبنات اللي سولوني على داك الشرجم قالوا لي الشرجم واش عندك في الكوزينه ولا لا انتم اختي انتم اختي الشرجم ها هو انتم كضحك كاين شي كوزينه بلا شرجم البنات كيسحبوا كيسحبوا الكوزينه بلا شرجم راه البنات ما داش على خوتكم مع الضعقه مع الكوزينه الجديده وليت قاعده نصور عف كوزينتي الجديده ضروري وهنا يا رجعت هادو هنايا البنات رجعتهم رجعت هادو هنايا كانوا هنا دايراهم المهم ان شاء الله راه غيصايب لوسي هادو اش كيقولوا لهم هادو المهم البلاكارات المهم قلت لكم ها ان شاء الله ندير شي خويميه شي ريدو غيتبدل الجاج بدل هذا كان تهرست كان كيدخل ليا البرد وصافي هذا الشيء اللي كاين باقي ليا غير هذه ان شاء الله شي نهار نكون فتره عند ماما ولا عدوزتي نصبغها باش الريحه راكم عارفين مع الصيام وداك الشيء ما خصش تكون الريحه في الدار وقلت لكم غندير شي خويميه تكون زوينه المهم نديرها في الكري والابيض باش تجي مواتيه مع الكوزينه الجديده فوتيها ابيض ها فوتيها ابيض عند السبيطار نسوم الدار ديال سايكوف كتبع سايكوف وحده قالت لك في هذا في الكومونتير قالت لك ها بيعوا سايكوك نجي نشرب عندكم سايكوك تحيه لك من هنايا الادريسي سميتها نسيت الاسم زينب الادريسي المتابعين الاولين ديال الاطراك واعره كنت دقتها عند ناديه وقلت ضروري غنديرها وغنشاركها معكم انا الحريره الحمراء عطيت شهيت هاد الايام كنت كندير غير الحريره ديال التشيشه وداك القمح في السيخ وداك الشيء راكم عارفين معايا راه واخا ضرني كضرني المصران ولكن ضروري الحريره الحمراء عثمان قلت لي والو قلت لي اليوم ندير جيب لي الكرامز جيب لي الله التشهيته قلت لي ضروري خصني نديرها اليوم وقلت غنشارك معكم هذه الفطيره واعره كنت قلت لكم عند صحتي ناديه وقلت اليوم غنشارك راه هزيتها عندها من القناه دابا خلي لكم القناه ديالها في صندوق الوصف المهم درت كاس كبير ديال المدافي وهذا وشويه ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال الخميره فوريه وهذا ومعلقه كبيره ديال السنيده والزعتر الزعتر ديك ديال البيتزا ولا الزعتر الاخر العادي ماشي مشكل صافي وخليتها دابا ودرت فيها كاس ديال الدقيق ها هو كاس ديال العبار ديال هاد الكاس ديال الدقيق صافي وخلطت المسائل كامله سديت عليها بحال هكا باش تخمر غنخليها دابا تتخمر وغنزيد عليها واحد ثلاثه الكيسان ديال الدقيق بحال هكا المهم تنسالي بعدا نخليها بعدا تخمر ونرجع نكمل معكم المقاطع يلا دابا ندوز غير ندير هذا ندير التوابل ديال الحريرة الحمراء الاول ديال رمضان ما جانيش العطاش واليوم ما عرفت مين اللي جاني عرفتي علاش كنرجع العطاش الخرجه اللي خرجت واش قولي والله العظيم البنات الا جاني العطاش والله ها العدس كاين واجيب معاك العدس اليوم الخروج لك بعودك
حدايا باش تعرفوا القلبه. شي القلبه ديال رمضان هي ديالي انا. ديال انا كاس ويلي ثلاثه الكيسات ديال الفورس والله العظيم يا عثمان ضربني بنا الظهري مع ماما فاش يضرني كرم هذيك الخرجه اللي خرجت انا وياك ليكم. درت واحد ثلاثه الكيسات ديال الدقيق وغادي ندير واحد البصيره صغيره فيها وكيكم بعدا المقادير قلتها لكم ياكم. وغادي ندير واحد تقريبا واحد ثلاثه المعالق ديال زيت العود. ندير فاصول ديال هذا ديال البيزو قادات كديت منها غير النص وزدت عليه واحد الصوص ثاني. الا كان عندكم كيتشوب زيدوه. هذا الصوص اللي عندي ديال الساندويش صافي. هذه القادات الله الا عرفتي كتنفع. كناخذ قرعه كبيره من بين وخديت قرعه صغيره ما خدتنيش دغيا مع كنستخدمها بزاف البيزا وداك الشيء دغيا القادات. جات غزاله دابا غندخلها دابا للفران غنشعل عليها غير من التحت وتنخليها شويه طيب عاد نشعل عليها من الفوق حيت دهنتها بالصفر ديال البيض من الفوق كما كتشوفوا في داك البلايصات اللي خاويين. وهنا درت الفرماج كما كتشوفوا مع الكفته ولاصوص كما شفتوا في الفيديو. المهم هذه هي الطريقه ديالها نتمنى بعدا تجي زوينه هي هذيك. المهم يلا بصحه فطوركم معاكم كي جات واعره ها نتوما هي ها البنات ها نتوما جات غزاله بالصحه والراحه بصحتكم. انا راه اول مره ندير هذه هاتي زوينه ها انت تشرب يحيى الحيره الحمراء. وهذا والسيجار ها نتوما هي درتو كان شوي كان غير تحرق. هادشي اللي كاين البغرير يا سلام شتي عسيله ديروا مع العسل هانتوما شوف كتجي كتجي مع الفرماج يا سلام ها برا كانت بالكفته يلا ما درتش لي مقتاش لي الخبز كامل صافي اخي ديما اللهم لك الصمت على رزقنا فطرت الذهب الطماع وليري على ظهري التهد عاتي ضرني داري بزاف مع طلع دير الصباح ما داير هذه الفران فوق عييت اليوم حق الله خطيره ها تقطيها تقطيها تجي زوينه واش فشا طرف مزيانه واش فشا فيها الحر ولا هي النسمه ديال الزعفر فيها الزعفر لا فيها الزعفر خطيره خطيره واو لا اقسم بالله لا جربوا ولا واحد شوفوا لكم النانيه ديالها
هادي راه صابتها ناديه في الدار عندها صابتها لينا وكليناها عطيه عجبات قلت لها عطيه المقادير قلت لي راه حطاهم عندي في القانوت ودخلت القانوت شادت وخلي لكم الرابط ديال القانوت ديالها وصافي بحق داكشي زوين مزيتها من القانوت ديالها عجيب باش جربت اول مره نجرب هادي ديال الاطراق عطيتني شويه اش بها لازانيا شنو لازانيا لا كيفاش ديري لازانيا بالطاقه خطيره بزاف شوف ها تفضل تفضل ما علينا فضل المهم نحفظها من الزوال يا رب اللهم امين لما كان يا رب العالمين وسمحوا لينا الناس المهم سمحوا لينا كل واحد رزقه في داره واخا ما كنبغيش والله العظيم ما كنبغيش ولكن ضروري قلت غادي نشارك معكم هذه الطريقه ديالها صحة فطوركم صحة والراحة خدكم عيات الدروج ناري يقهروني الدروج بزاز الناس اللي عندهم الدروج والله العظيم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كما انبثنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن ارسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها أن عبدت علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسلت إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.